اللهم نسألك هذا النور المبين أن تمدنا ووالدينا ومشايخنا والمحبين بإمداد ساداتنا الشهداء الأحديين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في كل وقت محيط. يا سيدنا حمزة بن عبد المطلب المهاجري رضي الله تعالى عنه، يا سيدنا أنس بن النضر الخزرجي رضي الله تعالى عنه، يا سيدنا أبو عيسى بن قتادة الأبسي رضي الله تعالى، يا سيدنا أبو سلمة الخزرجي رضي الله تعالى، يا سيدنا أبو سلمة ثابت الخزرجي رضي الله تعالى، يا سيدنا إياس بن أبس النفسي رضي الله تعالى، يا سيدنا إياس بن عدي الخزرجي رضي الله تعالى، يا سيدنا ثابت بن الدحداح النفسي رضي الله تعالى، يا سيدنا ثابت بن حمد النفسي رضي الله تعالى، يا سيدنا ثابت بن بقش النفسي رضي الله تعالى، يا سيدنا ثعلبة بن سعد الخزرجي رضي الله تعالى، يا سيدنا ثقبة بن ثروة الخزرجي رضي الله تعالى، يا سيدنا ثقفة بن عمد المهاجري رضي الله تعالى، يا سيدنا حارث بن أنس النفسي رضي الله تعالى، يا سيدنا حارث بن أنس النفسي رضي الله تعالى، يا سيدنا حارث بن ثابت بن سفيان رضي الله تعالى، يا سيدنا حارث بن ثابت بن عبد الله رضي الله تعالى، يا سيدنا حارث بن عدي رضي الله تعالى، يا سيدنا حارث بن عقبة رضي الله تعالى، يا سيدنا حارث بن عمرو رضي الله تعالى، يا سيدنا حباب بن قيصي رضي الله تعالى، يا سيدنا حبيب بن زيد رضي الله تعالى، يا سيدنا حسين بن جابر رضي الله تعالى، يا سيدنا حنظلة بن أبي عامر رضي الله تعالى، يا سيدنا خارجة بن زيد رضي الله تعالى، يا سيدنا خداش بن قتادة رضي الله تعالى، يا سيدنا خلاد بن عمرو رضي الله تعالى، يا سيدنا خيثمة بن الحارث رضي الله تعالى، يا سيدنا ذكوان بن عبد قيس رضي الله تعالى، يا سيدنا رافع مولى غزية رضي الله تعالى، يا سيدنا رافع بن مالك رضي الله تعالى، يا سيدنا رافع بن يزيد رضي الله تعالى، يا سيدنا رفعة بن عبد المنذر رضي الله تعالى، يا سيدنا رفعة بن عمرو رضي الله تعالى، يا سيدنا رفعة بن وقش رضي الله تعالى، يا سيدنا زياد بن السكن رضي الله تعالى، يا سيدنا زيد بن بديعة رضي الله تعالى، يا سيدنا سبيعة بن حاطب رضي الله تعالى، يا سيدنا سعد مولى حاطب رضي الله تعالى، يا سيدنا سعد بن الربيع رضي الله تعالى، يا سيدنا سعد بن عبيد رضي الله تعالى، يا سيدنا سعد بن سويد رضي الله تعالى، يا سيدنا سلمة بن ثابت رضي الله تعالى، يا سيدنا سليم بن الحارث رضي الله تعالى، يا سيدنا سليم بن عمرو رضي الله تعالى، يا سيدنا سهل بن رومي رضي الله تعالى، يا سيدنا سهل بن علي رضي الله تعالى، يا سيدنا سهل بن قيس رضي الله تعالى، يا سيدنا شماس بن عثمان رضي الله تعالى، يا سيدنا الصيفي بن قيصي رضي الله تعالى، يا سيدنا ضمرة بن عمرو رضي الله تعالى، يا سيدنا عامر بن أمية رضي الله تعالى، يا سيدنا عامر بن مخلد رضي الله تعالى، يا سيدنا عامر بن يزيد رضي الله تعالى، يا سيدنا عباد بن سهل رضي الله تعالى، يا سيدنا عباس بن عبادة رضي الله تعالى، يا سيدنا عبد الله بن جبير رضي الله تعالى، يا سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله تعالى، يا سيدنا عبد الله بن الربيع رضي الله تعالى، يا سيدنا عبد الله بن سلمة رضي الله تعالى، يا سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى، يا سيدنا عبد الله بن قيس رضي الله تعالى، يا سيدنا عبد الله بن الهبيب رضي الله تعالى، يا سيدنا عبد الرحمن بن الهبيب رضي الله تعالى، يا سيدنا عبدة بن الحصحاص رضي الله تعالى، يا سيدنا عبيد بن التيهان رضي الله تعالى، يا سيدنا عبيد بن المعلى رضي الله تعالى، يا سيدنا عتبة بن ربيع رضي الله تعالى، يا سيدنا عقربة بن عقربة رضي الله تعالى، يا سيدنا عمارة بن زياد رضي الله تعالى، يا سيدنا عمرو بن ثابت رضي الله تعالى، يا سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله تعالى، يا سيدنا عمرو بن قيس رضي الله تعالى، يا سيدنا عمرو بن مطروش رضي الله تعالى، يا سيدنا عمرو بن معاذ رضي الله تعالى، يا سيدنا عمير بن علي رضي الله تعالى، يا سيدنا عنترة مولى سليم رضي الله تعالى، يا سيدنا قرة بن عقبة رضي الله تعالى، يا سيدنا قيس بن الحارث رضي الله تعالى،
يا سيدنا قيس بن عمرو رضي الله تعالى، يا سيدنا قيس بن مخلد رضي الله تعالى، يا سيدنا كيسان مولى بني مازن رضي الله تعالى، يا سيدنا مالك بن خلف رضي الله تعالى، يا سيدنا مالك بن إياس رضي الله تعالى، يا سيدنا مالك بن سنان رضي الله تعالى، يا سيدنا مالك بن ميلة رضي الله تعالى، يا سيدنا مجذر بن زياد رضي الله تعالى، يا سيدنا مصعب بن عمير رضي الله تعالى، يا سيدنا معبد بن مخرمة رضي الله تعالى، يا سيدنا نعمان بن خلف رضي الله تعالى، يا سيدنا نعمان بن عبد عم رضي الله تعالى، يا سيدنا نعمان بن مالك رضي الله تعالى، يا سيدنا نفل بن عبد الله رضي الله تعالى، يا سيدنا وهب بن قابوس رضي الله تعالى، يا سيدنا يزيد بن حاطب رضي الله تعالى، يا سيدنا يزيد بن السكن رضي الله تعالى، يا سيدنا يسار بن الهيثم رضي الله تعالى، يا سيدنا أبا أيمن رضي الله تعالى، يا سيدنا أبا حبة رضي الله تعالى، يا سيدنا أبا حرام رضي الله تعالى، يا سيدنا أبا زيد الأنصاري رضي الله تعالى، يا سيدنا أبا سفيان رضي الله تعالى، يا سيدنا أبا هبيرة رضي الله تعالى، أمدونا بنفحة وأسعدونا بلمحة وأعينونا بقوة وأيد وأغيثونا بنظرة تدفع عنا كل بغي وكيد. فإن لم نكن أيها السادات أهلا لذلك فجنابكم للغضاء والسراح، فإن كانت أعمالنا وعرة المسالك فحماكم للقاصدين رحب وسهل، أنتم الناطق بمزاياكم محكم التنزيل، أنتم المحبون برقائق التحكيم والتبجيل، أنتم الوسائل إلى الحبيب الأعظم، أنتم الوسائل للسبيل الأقوى، أنتم الصلاة الهدى، أنتم الولاة الدعاء، أنتم النجوم في الاهتداء، أنتم الرجوم على العدى، أنتم الترياق لكل عالم والي، أنتم السمع على كل عدو طالب، أنتم مصابيح الحوالي، أنتم الناشرون لكل غريق هالي، أنتم الغياث عند كل حط فقادح، أنتم الغياث عند كل خطب فادح، أنتم الملاذ عند كل كرب فاضح، ونحن عبادكم لدلاء الكثيرون، أحلفاء حلفاء الجنات والتقصير، نسراء البطالة والتسبيف، صريح دائل أوزار المزمن المخيف، ولمون بسعة نجدتكم إمام من اكتنب كنفها وتكنف، ومعبل على عادة نحلتكم التي لا تخلف ولا تتخلف، ومتمسكون بوثيق أوراقكم التي لا سلام في الصحة، ومعتصمون بمتين حبلكم الذي هو السبب الموصل للمرأة، فانهضوا لكشف غمتنا بين أرض دجنتنا، فقد تفاطمت علينا المتاعب فعزت دوننا المطالب، اللهم يا واهب العطيات يا قاضي الحاجات بأحوالهم وأسرارهم ومقاماتهم العلية وأنوارهم، استجب لنا الدعوات واكفنا المهمات فاستر منا العورات وقنا المصائب والمهلكات، وارفع لنا في مرضاتك الدرجات، وأزل لنا الأجور والمثوبات، وأزل عنا الحجب الساترات، وأنلنا الشهود والعيان بعرائس الأسماء، واختم بالصالحات، واجعل خير أيامنا يوم وفاة الممات، وحقق لنا في جنابك الفنون، كامل أمره بين الكاف والنون، اللهم بعظيم صفاتك وأسمائك وجميع رسلك وأنبيائك وبحبيبك العظم المختار وآله سبل النجاة الأطهار وكافة أصحابه البررة الأخيار وورثته ثم المعادن النصار، هبنا لديوان نوالهم وظلنا في بريد ظلالهم، فقد طالما وهبت المسيئين للمحسنين يا أكمل المتطولين وأكرم المتفضلين، اللهم ثبتنا عند نزول غمرات هذه اللذات، وخفف عنا شدة كرب السياق وغصص السكرات عند انغلاق باب التوبة المفتوح فانكتاب هياكل الأعمال ومنازل الروح، اللهم وأنس وحشتنا في القبر الضيق العطل، ولقنا جواب مسألة الملك الموكل بالفتن، وارحمنا عند مضاجعة التراب والديدان والمراب ومفارقة الأحباب والإخوان، وآمنا عند ظهور هبل المطلع الفظيع وبلوغ صوت المنادي إلى أذن كل سميع، وتطاير العقول دا نصب الميزان، وتقلب القلوب دا مت الصراط على متن النيران،
وأنهلنا من نمير مناهل حوض نبيك المختار صلى الله تعالى عليه وسلم ومتعنا من نظر إلى وجهك الكريم إذا أمضت حجاب الأنوار وقسم لنا من قرة أعين أخفيت على صفة أوليائك في موطن كرامتك ودار احتبائك حسب ما باضوا في كتابك الكريم المستطر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم اجعلنا عند مباشرة كل فعل وقول متبرئين من القوة والحول خالصين من الرياء والإعجاب ناقصين عن الاعتماد على الأسباب سالكين مشاركة رضاك مستدرمين لسحاب جودك ورحمك اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم مد على جامع هذه المدة بشرات والمغفرة والرضوان في الجفاء وأذن لقارئها ومحصلها من ثمار العفو والإحسان جنان وقطفا وصل اللهم على سيدنا محمد سعد خزائن الأسماء والمسميات وعلى آله والمعارف الإلهية والآيات البينات على أصحاب الجامعين للكمالات القدسية وعلى أتباعهم التي سبحت السهلة السنية صلاة مقرونة بأزكى سلام مطرزة بطراز القبول وحسن الختام وسلم تسليما إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك بذريتي أهل بيتي وصحبه وعلى سيد الشهداء سيدنا محمد مصعب بن عمير وأسلام بن الشارع الشارع كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آل سيدنا محمد وأزواج أمهات النور ذرية أهل بيتي وصحبه وسلم وعلى سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وأسلام سائر الشهداء أهل كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حق كما يليق ما يليق بعظيم شأنك ورضاك عنهم يا من أبدا عدد معلوماتك من ذلك المعرفة ورضوان أفضل الصلاة وأكملها وتمها ذكرك وذكر الذاكرون كل ما غفل عن ذكرك وذكرك سلم تسليما كذلك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل المرسلين وعلى أهل طاعتك المعلم من أهل السماوات وعلينا معلم رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بحق سيدي محمد وعلى سيد الشهداء سيدنا حمزة صعب بن عمير وحق عبد الله جحش وبحق شهداء أحد الأحياء المرزوقين عند الله يا رب bizimle beraber gelip de şu anda burada olmayan kadın erkek bütün kardeşlerimizi de burada yaptığımız bütün dualara ilhak eyle. Onlara da zerre kadar zeval verme ya Rabbi. Zerre kadar eksiklik verme ya Rabbi. Bütün dualarımıza ya Rabbi. Cemaatlerimizden dua isteyen kadın erkek uzaktan yakından kimler talepte bulunursa hepsinin istekleri, halleri, hacetleri sana malumdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehli beytinin o sahabesi, Hulefai Raşidin, Seyyid-i Şühedâ Hazreti Hamza Efendimizin, Müsabim ve Yatmahi Cahş Efendilerimizin ve 70 Uhud şehitlerinin hürmetine cümlesinin de cümlemizin de hayırlı muratlarımızı şu saatte ihsan eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle, her hayırları bize yırta eyle, her şerlerden bizi muhafaza eyle. Ölünceye kadar elden ayaktan düşürmeden, gözden kulaktan mahrum etmeden, hafızamızdan, zakiremizden mahrum etmeden, Allah'ım kimseye muhtaç etmeden, kimseye yük etmeden, her işimizi kendimiz görerek, rükûlardan, secdelerden mahrum olmadan, bu ziyaretlerden de bizi mahrum etme ya Rabbi. Helal maliyle geniş rızıklar, tekrar tekrar ziyaretlerini müyesser eyle, makbul ziyaretler nasip eyle. Her birerimizin çocuklarımızı hayırla ıslah eyle. Okuyan yavrularımıza ilimlerinde muvaffakiyetler ihsan eyle. Hafızlıklarını bitittir ya Rabbi. İlimlerini bitittir ya Rabbi. Fıkıhta ilerlettir ya Rabbi. Ulûm-ü nafi'a, ulûm-ü diniyede çok yüksek dereceler terakkiyat ihsan eyleyip. İflaslar nasip eyle, iflaslardan muhafaza eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi sen fazl-ı kerimle Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve aleyhi seyyidi Muhammed. Bi hakkı seyyidi Muhammed ve aleyhi seyyidi Muhammed. Bi hakkı seyyidi şöyle Hazreti. Hamza hürmetine ya Rabbi. Bu şehitleri hürmetine Allah'ım. Kabe-i Muazzama'da yaptığımız, Rukn-i Emani'de yaptığımız, Altınoluk'un altında yaptığımız, Makam-ı İbrahim'de yaptığımız, Nataf'ta yaptığımız, Safa'da yaptığımız, Merve'de yaptığımız, Mes'a'da yaptığımız, Allah'ın Mekke-i Mükerreme'nin her yerinde yaptığımız,
Ravza-i Mutahhara'da yaptığımız ve Teheccüd Mihrabı'nda yaptığımız, Muvaci-i Şerife'de yaptığımız, Ashab-ı Suffe'de yaptığımız, Ya Rabbi Ravza-i Pâk Altın Mâkil'de yaptığımız, Mescid-i Nebevi'de yaptığımız, ezan kâmet aralarında yaptığımız, kâmet esnalarında yaptığımız, Allah'ın bütün dualarımızı kabul eserini an karîb-i zaman izhar eyle. Amin. Allahümme amin. Allahümme selam aleyhi ve sellem. Bi hakkı seyyidi Muhammed ve aleyhi ve sellem. Bir kabr Hazreti Hamza amma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musab bin Umeyr Abdullah bin Umeyr. Akıl makbara 70. 70. Biz Cebel Uhud min Cibali Cennah. Hala Cebel Cebel Ebu Ma'a. Hula Abdullah. Selamu ala cümiyi şuhada ve bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesli söyle. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Ahlet diyar. Ehlet diyar. Minel müminin. Minel müminin. Vel müslimin. Entüm es-sabikun. Entüm es-sabikun. ونحن إن شاء الله ونحن إن شاء الله بكم لاحقون بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية السلام عليكم يا سيدنا يا حمزة يا عم رسول الله يا عم حبيب الله يا سيد الشهداء السلام عليكم يا شهداء يا نقباء يا أتقياء يا أهل الصدق والعدل والوفاء السلام عليكم بما صبرتم ونعمة عقب الدار اللهم اجزهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء واجزل ثوابهم وأكرم مقامهم وارفع درجاتهم اللهم لا تحرمنا من أجرهم ولا تفتنا من بعدهم يرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين اللهم احشرنا مع الشهداء والصالحين والصديقين والآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم على سيدنا صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين كل شيء شريف شريف كان صوت شريف سبحان ربي العلي العلي العظيم الحمد صلى الله تعالى على سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين okunmuş olan 7 hatmi şerifi 15 Yasin şerifi 2000 adet salavat-ı şerif fazl-ı kereminle kabul et Hasr-ı Cümleti Vatevelen Bidda'at Kâb'a. Hadrat-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Teala aleyhi ve sellem efendimizin aziz, latif, şerif ve saadetlerine sahip. Sâne Hulefâ-i Raşin efendimizin erbâhı. Mahud olan da bulunduğum Seyyid-i Şehid-i Hazreti Hamza Kul. Sabi-i Mehmet Efendi, Akbâh-ı Cahş Efendi. Misali 70 şehitlerin hepsi. Erbâh-ı Tayyibelerine hediye eyledik. Şu saatte ihsan eyledik. Kabirlen nur eyle derecelerine âli eyle. Sevaplan azim eyle derecelerine rufi eyle. Ecirlerinden, sevaplarından bizleri mahrum etme. Bu şehitlerle cümlemizi haşreyle. Dünyada ahirette şefaatlerinin, himmetlerinin dairesine idhal eyle. Onların hıfz ve riayet dairelerinden ihraç eyleme. Ya Rabbi. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Selamu aleyküm ya sallallahu Selamu aleyküm. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.